مرة أخرى صراع المنتج المحلي أمام المستورد بارز في الواجهة، وبيض المائدة في صدارة تلك المنتجات بحرب اقتصادية تستهدف الأيدي العاملة في القطاع الخاص بحسب اقتصاديين. فآخر تصريحات غرفة تجارة بغداد بعدم اكتفاء العراق ذاتياً ببيض المائدة أثارت ردود أفعال لدى العاملين بهذا المجال محلياً، ووزارة الزراعة ترد بوصول العراق إلى نسبة متقدمة من ناحية اكتفاء البلاد، وأنها تدرس قرارات جديدة ستصدر قريباً لحماية المنتج المحلي. اليوم وصلنا بإنتاج البيض إلى الاكتفاء الذاتي، أي تقريباً أكثر من 80% من تحقيق الأمن الغذائي للمواطن العراقي. اليوم ما عندنا مشكلة بالبيض، نعم يدخل تهريب ينافس البيض المحلي، لكن عندنا اكتفاء ذاتي في مسألة بيض مادة. ركزنا هاي الأيام الأخيرة على ضرورة منع الاستيراد والتجديد عليه، وهنا قرارات من مجلس الوزراء والسيد رئيس الوزراء بضرورة متابعة المواد المهربة، واكتشفنا أنه كثير من هذه الدواجن تأتي إلى كردستان وتغلف بعلب ماركات عراقية وتأتي إلى الأسواق العراقية تنافس المنتج المحلي. من داخل إحدى مفاقس البيض يقول الحاج بسام إن نسبة إنتاج العراق لبيض المائدة تصل إلى 90%، وهي كافية لغلق الحدود العراقية أمام المستورد، ويعمل بعض التجار على محاربة تلك الخطوة التي تسعى وزارة الزراعة إلى تنفيذها. بعض التجار انضربت مصالحهم، تاجر صار له 13 سنة 14 سنة يستورد أرباح شغلة حلوة مستريحة، يجيب برادات من تركيا جاهزة، تركيا عندها دعم حتى للتصدير، اللي يصدر من تركيا كان للعراق كشركة منتجة، تركيا كانت تعطي دعم فتبيع بسعر رخيص. بنفس الوقت هي عملية حرب اقتصادية، بس شنو يعني مشتغليها بشكل صح، انه نبقى احنا فقط ناكل ما ننتج، وهذا اللي خلى انه التجار يلجؤون الى غرفة تجارة بغداد يقدمون شكاوى انه احنا انتاج ما يكفي ولازم نستورد ولازم نفتح ابواب الاستيراد. احنا عندنا مثل يقول كل من يحود النار القرصته. وصول العراق للاكتفاء الذاتي ببيض المائدة مع تمسك بعض الجهات بفتح الحدود امام المستورد يضعها محط استفهام عن استمرارها بضرب المنتج الوطني، والذي يوفر فرص عمل لمليوني عامل في هذا القطاع فقط. ندى المرسومي من بغداد، التغيير.